السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناتنا ديال الطبخ والحلويات. اليوم غنحضر معكم بانكيك على هذا الشكل. انا هنا درته صغير، زينته بالكراميل واللوز مهرمش مع الفريز. صراحه كيجي لذيذ بزاف ورائع في المذاق، ويمكن لينا كذلك نحتفظوا به في الكونجيلاتور حتى الوقيته اللي نبغيو ونجبدوا منه القياس. انا هاد الكميه اللي درت كتخرج لينا كميه كثيره. مشيو دابا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبة للمقادير، غنحتاج هنا جوج بيضات، نصف كأس سنيدة، نصف كأس زيت، ثلاثة الكؤوس حليب، أربعة الكؤوس دقيق أبيض، جوج خمارات ديال الحلوى، نصف معلقة ديال الفاني والملح. بالنسبة للفاني، إلا ما كانش عندكم هكا الروح، كديرو ساشية ديال الفاني. أنا هنا بالنسبة اللي عبرت به الكأس اللي عبرت به المكونات ديالي كاملة هو كأس العنبة. نمشيو دابا لطريقة التحضير. غنجيب البيض مع السنيدة مع الفاني والملح، نخلطهم هكا مزيان. نضيف الزيت، من بعد غنبدا نضيف ثلاثة الكؤوس ديال الحليب، نخلط مزيان ونبدا نضيف الدقيق والخميرة. من بعد ما خلطت الكل مزيان، غنخلي الخليط ديالي يرتاح لمده نصف ساعه، عاد غنبدا نطيب فيه. انا هنا من بعد ما خليت الخليط ديالي يرتاح نصف ساعه، جبت المقله ديالنا سخنتها. بالنسبه للمقله، انا اختاريت هذه المقله ديال 7 في 1، بغيتهم يكونوا صغار على حسب كل واحد بطبيعه الحال والرغبه ديالو او الذوق ديالو. كاين اللي كيبغيهم كبار من هكا، وكذلك كاين اللي كيبغيهم صغار من هكا، على حسب كل واحد. لكم الاختيار. انا اكتفيت بهذا المقدار، ويمكن نخليهم حتى كيتحمروا عاد كنبدا نقلب فيهم. كما كتشاهد معايا، من بعد ما البانكيك ديالنا بدا يتحمر، بديت انا هنا نقلبو حتى ثاني كيتحمر من الجهه الاخرى، عاد كنزولو. كنستمر على نفس العمليه حتى نكمل كاع الكميه ديال الخليط اللي عندي.
كيف ما كتشاهدوا معايا سيداتي، البانكيك ديالنا من بعد ما وجد هو هذا. انا هنا اختاريت تزيين ساهل وبسيط غير بالكراميل. اللوز مهرمش هكا كان متواجد عندي في البيت، حبات ديال الفريز بالنسبه لكم كل واحد يزين بداكشي اللي متواجد عنده في البيت. كنتمنى ان هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. بالنسبه للناس اللي عجبهم لا فيديو ما تبخلوش عليا بلايك، والناس اللي اول مره غيشاهدوا القناه ديالي كنتمنى انكم تضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. الى اللقاء، الى فرصه ثانيه ان شاء الله.